السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ ماش خبركم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال يا ربي امين. اليوم حبيت نشارك معكم حلوات الفرماج اللي هي معروفه في القناه ديالي اللي هي عالم كسالتي مع رقيه. كيف ما كتشوفوا سهله بزاف البنات وبسيطه، دغيا كتوجد يعني طريقه بسيطه جدا. كيف ما كتشوفوا معايا هي بزاف كتحتاج للزبده. عندي هنا 250 غرام ديال الزبده، انا هنا درت الزبده يعني الحيوانيه ديال العبار، وخمسة ديال الفرماجات كيف ما كتشوفوا معايا، ساشي ديال خميره كيماويه، زوج ديال ساشي فاني، ونص كاس ديال زيت المائده، شويه ديال الملحه، وسنينه. كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي نحط الفرماج مع الزبده. الزبده البنات هنا انا فايت ليا خرجتها من الثلاجه، يعني خرجتها قبل. كندير الفرماج كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. هذا غادي نخلط الفرماج مع الزبده ومع الفاني وسنيده، يعني سكر سنيده على حسب الاختيار ديالكم نتوما. انا هنا درت تقريبا كاس تقريبا ديال العنبه ديال سنيده. هنا غندير شويه ديال الملحه كيف ما كتشوفوا معايا. انا كنسرع عليكم باش دغيا هذا غتخليه حتى الاخر، ما غاديش نديرو دابا. انا هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنعبر كنعبر بها بهاد الباله، هذه الباله الصغيره كنعبر بها السكر سنيده. درت قياسي وراه زدت باقي البنات، انا زدت فيها باقي شويه، زدت في سنيده. كيف ما كتشوفوا الزبده الا خرجتوها قبل كتكون دغيا هكا دغيا، ما كتعذبكمش حتى من حيث ملي كتعجنوها هكا دغيا، كتعجنوها على شكل بوماد، كتمجوا المكونات هادو. انا استعملت هنا غير 4 الفرماجات البنات، ما استعملتش 5 الفرماجات. كيف ما كتشوف معايا حتى تحصلوا على هذا الشكل، هذا شكل بوماد. وغادي نزيد زيت المائده نص كاس، وغادي نجمع الكل على هذا الشكل. هذا كنضرب بها مزيان بيديا حتى كيتمججوا، وغادي ندير الدقيق. والدقيقه البنات عينكم ميزانكم حتى كتلقاو حتى كتشوفوا العجينه تماسكات، يعني ما تكونش عاوتاني قاصحه بزاف، تكون هشيشه ورطيبه كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نزيد ليها الدقيق، وغادي نزيد الساشي ديال الخميره. انا هنا الدقيق كنغرب له هو الاول، ضروري يتغربل باش هكا دوك الحبيبات ما يكونوش في الحلوه ديالنا. زدت هنا الخميره كيماويه كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نغربلها حتى هي مع الدقيق، وغادي نخلط نعجن العجينه ديال الحلوه حتى هكا نحصلوا على عجينه زوينه هشيشه البنات، عرفتي كتجي رائعه. يعني صراحة نبغيكم أنكم تجربوا هاد الحلوة اللي هي سهلة بزاف، كتجي بنينة وهشيشة وكتذوب في الفم. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحط غادي نخلط الدقيق مع الزبدة اللي عندي مع المكونات كاملين حتى كنحصل على عجينة على هاد الشكل. هذا يتبان لكم تماسكة. غادي نكون كويرات، نتوما كديروا الشكل اللي بغيتو ديك الساعات ملي تعجنوها هكا، يعني تحصلوا على هاد النتيجه هادي، كديروا الاشكال اللي بغيتو نتوما، يعني نتوما واختيار، يعني نتوما نتوما الاختيار ديالكم في الاشكال. ممكن ديروا هكا صبيعات، ممكن ديروا دوائر اللي حبات خاطركم. انا هنا درت الدوائر وغادي نرشمهم بالمرشم كيف ما كتشوفوا معايا. تبعوا معايا الطريقه، نتمنى انها تعجبكم، طريقه بسيطه جدا البنات. في هذا الاثناء كذلك سخنت الفرن ديال الطو، سخنته لتحت والفوق، درته على 180 درجه سعات اليد، وهكا باش نوجد الطوا الاولى. وغادي نحطها في الفران، وتبعوا معايا خليكم معايا باش تشوفوا النتيجه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير الدوائر، وكناخذ هذاك المرشم كنديروه في الدقيق باش هكا ما يتلصقش ليا في العجينه، وكنرشمهم وحده بوحده وحده بوحده حتى كنسالي. كيف ما كتشوفوا معايا كندير ولو في الدقيق وكنرشمهم على هذا الشكل هذا باش ما يتلصقوش، حيت الا كيتلصقوا لما تشوفوا هذه التلصقات ليا
غادي نكمل غادي ندير الاخرى نديرو ليهم بزاف ديروا ليهم بزاف دقيق على هذا الشكل هذا. الا درتو ليها الدقيق ما كتلصقش كتحصلوا على هذا الشكل هذا. وكنواصل على هذه الطريقه هذه حتى نكمل. هنا البنات بعد ما شفتوا كيف ما تشوفوا دابا الطوا ديالي خرجتها من الفران حصلنا على هاد الاشكال هادو درت ليهم فنتهم في السكر كلاصي. البنات كتجي رائعه وهادشي راه غتبان لكم غير من هكا من الفيديو راه عرفتي المذاق راه رائع بزاف. البنات نتمنى انكم تجربوها وتقدموها مع كويس ديال اتاي هذا في الكوتي. نتمنى انكم تشجعوني دائما ودائما ما تنسوش اللايك لايك 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 دائما الفيديو ديالي. كنتمنى انكم تتبعوني وتشجعوني باش دائما نحط لكم الجديد. السلام عليكم تهلاو ليا فريوسكم الى ان شاء الله شي واخره جديده. السلام عليكم.